درب شاق وحاضر مليء بالمعاناة تقطعه نساء مدينة تعز في العام الخامس للحرب، والذي ما زالت المرأة العنوان الأبرز فيه. الحرب أثرت على دور النساء يعني بشكل كبير جدا. النساء في اليمن عموما وفي تعز على وجه الخصوص هن أكثر فئة أثرت من هذه الحرب، يعني آثار نفسية واجتماعية واقتصادية. مشاكل كثيرة واجهت النساء اللاتي تركن منازلهن جراء الحرب، من ضمنها الحرمان من مواصلة التعليم والالتحاق بالمراكز التعليمية التي تنمي ثقافتها وتطور مهاراتها. فالوضع الاقتصادي غير المستقر لأسرهن أجبرهن على البقاء إما في مخيمات النزوح أو الأرياف البعيدة. كنت أدرس سنة أولى في جامعة تعز، نزحنا إلى القرية بسبب الحرب، لم أستطيع العودة إلى الجامعة إلا في هذا العام. الخوف والعنف الأسري وسطوة المجتمع الذكوري والعادات والتقاليد وظروف الحياة الأسرية والزواج المبكر عوامل تضاف أيضاً إلى رصيد معاناة المرأة هنا، وجميعها أدت إلى عزوف المرأة وتحييدها عن المشاركة الفعالة في الحياة الاجتماعية والسياسية ومجال التنمية. الحرب الإنقلابيين الحوثيين من بداية 2015 إلى الآن تقريباً يعني عادت المرأة دورها إلى الصفر، يعني أنهوا يعني كل ما يتعلق في تمكين المرأة، يعني سواء كان اقتصاديا أو ثقافيا أو اجتماعيا أو سياسيا. وفي رحلة التمسك بالحياة ما زال النزوح هو الرقم الصعب الذي تحطمت أمامه أحلام كانت مليئة بالحياة والأمل لنساء واجهن الموت أكثر من مرة في مخيمات النزوح التي تفتقر لأبسط الدعم والأدنى معايير السلامة والأمن. المرأة النازحة أصبحت هي التي تبحث عن عمل، تبحث عن المأوى، هي التي تذهب إلى الأماكن المجاورة من أجل الحطب، من أجل البحث عن لقمة العيش. ليست المعاناة وحدها من واجهت نساء تعز في زمن الحرب، بل حتى القتل والإصابات كان أول الحاضرين، فالأرقام هنا تشير إلى مقتل 1400 امرأة وجرح أكثر من 1500 جراء المواجهات المباشرة وقصف طائرات التحالف. إذن هي حالة سيئة وواقع معقد دفعت المرأة فيه الضريبة الأكبر، حيث يوشك العام السادس من الحرب على الدخول ولا تزال المعاناة مستمرة وكل شيء يسير إلى ذات المصير المجهول. مها علي، قناة بلقيس، تعز.